بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمان مدى مسلمين تاملك السيد جوغان إلهي وحنك بريا سبحانه وتعالى إنه إلهي كبت بادية ميشا جوغان إلهي سبحانه وتعالى ومدائيه ولاتي إمام الإسلام كان وجعليسيه إسلام كان الله وكم مدائيه وحلقة لي أفراد أما قيبتي أفراد سلسلة يعني قمر عددني ماذا تعرف عن حقيقة الشيعة أما سلسلة حقيقة الشيعة وعقائدهم سلسلة عن حقيقة الشيعة وعقائدهم سلسلة نقوم عدر لمحات كتقان شيعة رأي عقيدة ذو قيبتي أفراد ويا وحنكسو هذا اللي حلقة دي صدحات مؤسس كأساسي ولدى اللويقى أن الشيعة إنو يهي عبد الله المصطفى اليهودي عليه لعائن الله تترى وحمر قاس حويا أين مانت حلقة كو إيغينا إن شاء الله تبارك وتعالى دور عبد الله ابن الصبا في فتنة قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن الصبا اليهودي ابن السوداء من كان يراه اشي على يرغاف الضرع اساسي دورك يا كالنت او كعيار او كقاتي دلكي سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه بين ان شاء الله تعالى حلقتنا انت المامي دونا وحين حلقتنا عدينا اسام لمن كان قول وحن المصريين ان اهل البيت وقوى صحابه النبي محمد عليه الصلاه والسلام عثمان بن عفان وحدوكته انو اها خليفه صدحاله المسلمين تا نبي عليه الصلاه والسلام انت صدير الجنه وقب شاريي عشره المبشرين بالجنه نبيين وقدر عليه الصلاه والسلام ولما تناها نبي عليه الصلاة والسلام مرقى حدث كيس أواك نبي صدق جواها دين نورين الله يقاني لوادي قبضة النبي جنا وقبي علي أجور سدي مرقى سبحانه ليس وحكسيه هذا ما مرقى سبحانه إنك عبد الله من الصبا اليهود اللي يراه أشي على أساسي أيام مرقى دل كيسة كان أدوه كقاتي كالين تاسان بالفيرون هنا وقتك عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه باوه السبيعي إسلامي وشاكتين الكريم ووحو يري مرقى سحوه يعني مسلم بانا حيبو يري لا قال لماذا هي يهود لمدينة قلبي وخطر سنة هي مرقى دوليد با مرقى سحوه يعني وحو يسود ديجي إنو مرقى سحوه يعني في تنتي وحجاز بكب الله عمي مرقى أرض الحجاز جاس مرقى أولي كلوة لأنه حاد عصرها إيا وقتها سيوحوها عصر الذهبية إسلام مرقى أنا أي طالة أي باقي تهي أخواتي إيا والالتنمدي صحابة إيا مرقى كالكعيلكي صحابة مرقى أي أي اللي أولي هو أي مرقى في طنطا إنو كدحكي ماشا أرض الحجاز إيا وطنها عرسها الله عبر الدهور والأيام كذبوا كتغي حجاز ووحو تغي مركز حويا إلى وحوك عي بصرة بصرة مركو تغي أيا وحوك هل أنين أرنتا أغوك المية في تنتا إساق الله وضع ونكي لو نجد حكيم بن جبلة العبدي ننكاس وحوك المية في نشر الأكاذيب والأقاويل عن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إن بين هي هذا لا أنجرين وقتل قتامة إن لقى قدبيو سحابك إما خليفك أوين جليلك عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كدبنا واحد على مركة إنه مركة سحوي عثمان وأمري والدي بصرنا مليي أياه حكويري
waxa aad markaas waxa weeyaan samaysaa ninka isaga xil buu ku yiri markaa. Kadibna markii arrintaasi soo baxday buu tegay uu cararay Kuufu haddana yimid. Magaalada Kuufa markuu yimid buu fitantiisii ayuu haddana ka dhex bilaabay. Dabadeed waxay gudagaleen inay markaa dhacniyaan waaligii halkaa maamulaya Saciid bin Cas radiallaahu canhu ardaa. Oo markaas waxa weeyaan ay welibaatana sheegteen oo yidhaaheen Cuhmaan wax kale markaa uguma dhiibaya xilka ah qaraabanimadiisa darteed weeyaan. Waana arrinta qolyo badan oo sheegta inayna shiica ahayn ay markaa ku ta'asureen weeyaan sida Sayid Qudub oo kale. Sayid Qudub oo kale markaas waxa weeyaan Cadaalatul Ijtimaaciya kitaabkiisa la yidhaaho waxa uu markaas waxa weeyaan tilmaamayaa Cuhmaan inuu isku dayay inuu xoolihii iyo Baytulmaalkii iyo bangigii Islaamka iyo xilkii Islaamka inuu u qaybiyo reer Bani Umaya oo uu dowladda reer Bani Umaya tarwiijiyo. Waa nizca shiiciya weeyaan markaa ama waxaa raafidiya. Waxaa dhacday markaas waxa weeyaan waxay yidhaaheen markaa maa wallaahum ilaa liqaraabatihim iyaahu. Wax kale uguma dhiibaya xilkee waa qaraabanimada darteed ayay yidhaaheen markaa. Arrintaasi waxay ahayd markaa duritaanka ay durayeenna amar uu bixiyey Cabdillaahi Musaba Alyahuudi ayay daba socdeen. Waxay bixiyeen amar ahaa uu yidhi markaa ibda'uu bidacni calaa umaraa'ikum. Waxaad bilowdiin inaad dacnidiin ood wax ka sheegtiin umaradiinna iyo madaxdiinna. Mas'alada in umarada iyo madaxda la dacniyo oo la caayo oo la aflagaadeeyana asalkeedu waxay ka timid Cabdillaahi Musaba Alyahuudi. Halkaasay ka timid asalkeedu markaa. Waxaa dhacday markaas waxa weeyaan Allaahu Musta'aan sidaad amarkaasu bixiyo ibda'uu bidacni calaa umaraa'ikum ayuu yidhi markaa. Arrintaa waxaa tilmaamaya soo saaraya Alimaam Ibnu Casaakir calayhi raxmatullaah kitaabkiisa loo yaqaano Taariikhu Dimashq ayuu ku soo saarayaa markaa. Dabadeed markaa waxa uu kaalmeeyey halkaa Kuufa markuu yimidna Maalik Ibnu Ashtar An-Nakhci ninkii la odhan jiray markaa. Maalik Ibnu Ashtar An-Nakhci wuxuu markaa lagu yaqaanay xubbu lfitna wa xubbu sharqi wa xubbu sulqati wa xubbu shahwa. Waxaa lagu yaqaanay inuu jeclaa fitanta, sharka iyo markaas xilka iyo shahwada wixii naftiisu ay doonto ayaa lagu yaqaanay markaa isaga ninkaa isagaa. Waxaa jiray markaas waxa weeyaan Allaahu Musta'aan waxaa lagu imtixaamay ninkaa bixubbi sulqa. Dabadeed markaas sidaa darteed baa wuxuu isku dayay inuu wallaadii iyo kuwii markaa muslimiinta maamulaya xilligaa dhammaantood inuu wax ka sheego si isaga xilka loogu dhiibo. Bal wuxuu ku tuhmay markaas waxa weeye ninkii Waliid bin Cuqba la odhan jiray ayaa markaas waxa weeyaan waxa uu ku tilmaamay inuu shurbul khamrin khamrada uu cabayay markaasi isaga looga qaado. Wuu fahmay markaas waxa weeye Cuhmaano isagii buu ka qaaday laakiin wuxuu dhiibay markaas waxa weeye ad kale oo isagii dee umuuna dhiibin. Kadib Ibnu Saba Cabdillaahi Ibnu Saba Alyahuudi waxa uu markaas waxa weeyaan Allaahu Musta'aan tegay ilaa Shaam buu haddana u baxay. Bal intuu maraya Fiiri intaa fitan buu socdaa Xijaas buu ka yimid uu markaa fitantii ka dhex samaysuru awoodi kan waayey. Basruu soo galay uu ka soo baxay Kuufuu yimid uu ka baxay. Kadib haddana Shaam buu u baxay. Shaam markuu u baxay waqtigaa Shaam waxaa mas-uulka ahaa Mucaawiyat ibn Abi Sufyaan radiallaahu canhu ardaah baa Shaamka mas-uulka ahaa. Kadibna Mucaawiya nin khabiiruu ahaa oo waxaan fahmaya kadibna wuu fahmay isla markiiba. Dabadeed Cabdillaahi Ibnu Saba Alyahuudi waxaa ku dhacday inuu markaa ku fashilmay arrinta iyadaa markaa uu soo noqday. Wuxuu Masar buu haddana u baxay. Masar markuu tegay ayaa fa anjaja annaara fii Misra. Masar buu wuxuu ka huriyey dabkiisii iyo fitantiisii. Warawaja fikrahu halkaasuu fikirkiisiina ka tarwiijiyey uu suu geeyey. Kadibna markaas wuxuu yidhi ina caliyan wasiyullaah wa khaliifatuhu. Cali waa kii ilaahay u dardaarmay, waa khaliifatullaahi fii ardihi. Xaqiisii baa la dhacay, waa la duugay. Khilaafada Cuhmaan ma lahayn, Cali baa ahaa. Xaqiisii markii waxa weeyaan la duugay, cidda ka dhacday xaqiisiina Cuhmaan bin Cafaan weeyaan ah laga qabtay ayuu yidhi. Qayb badan oo masriyiintii reer Masar ka mid ah markaa ku ta'asuray isaga. Markay ku ta'asureen ayuu markaas waxa weeyaan ay soo raaceen markaa way soo baxeen.
إلام وحيوصوا بحين مدينة المنورة دبدي إن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أي مرقى قارك أي كقبته مسوى قرية سفرية وهلك القرآن كقوة رسانية سوى القرآن كأفكا كوهية قرية سنة فرية بجري قرية سنة فرية بجري وخليفة الله وخليفة سدحات وعشر المشرين من الجنة كمية هي وادي النورين وأمرك سحوي أن يكون النبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة محانا وحشون أن أي ملائكة كحشون يسو والنبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام وأن إنك حوله سيكون بحيي غزوة طبوك جيش العسرة منك دياري يعني وأن إنك أنت صدر النبي عليه الصلاة والسلام جنده بشاري أياها أي سوى القرآن كي ولي باتنا آخرين أيها أي دليل مرقى وقرر يسي مرقى سحوي أن الله مستعان فضي مرقى هل كاسي فتنتي ويلين لايك أعضي تقو حد الله عن مرقى ليك المسلمين تقنوا باتو هل كاسي كأعضي مرقى خلافة دي علي مرقى أيضا عضي أياه في اللجهة لمرقى عبد الله بن صبا إنه مرقى سحوي علي وإله بيه ويد علي رب العالمين قيب أصحاب تيسي كميدة مرقى عبد الله بن صبا أصحاب تيسي كميدة أرنتا كرقى عي كدب علي مرقى أرنتا السوق هذي أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بأوحو الدواني إنه مرقى سحوي محوها دلو أو صاقبت مرقى هو عرغي مرقى صو وحو عرغي ماشر ينقرقي سالي له أيو عرغي مرقى كدي مرقى علي وحو قبت إساق أصحاب تيسي قيب كميدة وقبت مرقى علي وو قبي مرقى مرقو قبي qayb kamid asxaabtiisii waxay yiraahdeen oo kuwi aan gacanta lagu soo dhigina ayaa waxay oo wali la gubin ayaa waxay yiraahdeen tayaqanna annaka anta allah aduna ilaahi ba tahan hatta si yaqinsanayba maxay yeelay waxay yiraahdeen markaas waxay leeyahay annahu la yu'adhibu bin nar illa rabbun nar naarta cid kale wax ku cadaabta ma jirta illa rabbigi iska laha mooyaan wa anta tu'adhibu bin nar adiguna nar ba ku cadaamaysa marka halka marka waa wadamadii uu maray iyo marka dawladdu ka qaatay iyo istaagi una istaagin illa uu ka dilay Uthman ayaa markaas waxa way xalqadaas ay ku saabsan tahay wallahu a'lam bis-sawab wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.